بسم الله الرحمن الرحيم. معكم عمر جبيلو من مدينة طنجة، ممثل المنتخب المغربي لقصر القامة. إن شاء الله المشاركة كانت في الأرجنتين كانت جد رائعة، وكنا كنتمنى نوصلوا النهائي، ولكن الكورة ما بغاتش ما كتبش. وكنتمنى إن شاء الله في 2026 كأس العالم غادي يتقام في المغرب. كنشكر جميع المغاربة اللي شجعونا، وكنتمنى نزيدوا قدام إن شاء الله. كيف كانت الأجواء تما؟ الأجواء كانت جد رائعة، كنا بحال إخوان ناحية المدربين، وكل شيء مزيان، والرئيس وكل شيء كاز مزيان الحمد لله. التدارب كتكون عندنا جوج حصص في النهار كندربوا قبل الماتش، وكنتكونسونطراو على الماتش وعلى بارديدا، وإن شاء الله يكون خير إن شاء الله. أنت بالخصوص شفت واحد التصويرة مأثرة بزاف. التأثير جاء عن طرف أنه يعمل واحد الخطأ ما كانش خصو يتعمل في ديك الدقيقة هذيك. علاش هي كملت؟ صافي. وعرفتي بأن تفاعلوا معك الناس بزاف؟ إن شاء الله داكشي اللي كاين. هذا محفز ليكم؟ محفز، ضروري يكون محفز لك، وكنتمناو نعطيو العطاء في قريب إن شاء الله. المشاركة ديالنا في كأس العالم مشاركة مشرفة، والحمد لله قدرنا نجيو في المركز الخامس عالميا وخا بعد الصعوبات وبعد العنصرية اللي كانوا تمايا، وكانوا بزاف ديال الأخطاء من عند الحكام ومن عند السياسة الكروية ديال الأرجنتين، جميع الأرجنتينية، ولكن الحمد لله قدرنا نتغلبوا على هادشي هذا كامل، وتصدرنا المجموعة. حنا جينا الأولين في المجموعة وتأهلنا للربع النهائي، وفي الربع النهائي ضد شيلي كانت كنا لاعبين عليهم بزاف، وكنا خسرنا 1-0 على حسب، ماشي هذيك ماشي خسرنا، هذيك هما خسرونا على حسب، حيدونا الجول وحيدونا بزاف ديال لي فوط، وهذا تشجع علينا كثر باش نزيدوا القدام، وان شاء الله ما يكون غير خير مننا القدام. وفي مشاركه في كاس العالم 2026 غتكون في غالبا في المغرب، وان شاء الله غتبقى في المغرب ان شاء الله.